نستكمل. إذا صار عندي الـ overall reaction NaCl مع المي أعطاني Na plus زائد OH minus H2 gas Cl2 gas. نتذكر Na و H1 هو عبارة عن قاعدة. طيب رح أرجع له، مهم جدا في حساباتي. هلا إيش بدنا نحسب؟ نحسب الإلكتروكيميكال ييلد. الكتروكيميكال ييلد شو بتساوي؟ بتساوي تشارج على التوتال تشارج ضرب 100%. حقيقة كنا نعطي هذا السؤال واجب لطلاب يفكروا فيه ويحلوه بطريقتهم، بس أنا راح أمشي معكم ستيب باي ستيب لحتى إيش تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم وما تتغلبوا في حل هذا التقرير. انتبه لشغلة مهمة جدا في شغلنا في العملي. لما حضرنا السوليوشن شغلنا بطارية ونتج عندي الغاز اللي هون وغاز اللي هون، وكان في عندي NaCl هون Na و H هون موجود اللي هو في النهاية. طبعا النتيجة بتبين عندك على شكل بابلز، هي حتى هنا واضح لك موضحين انها عبارة عن بابلز بلشت تتكون. اوكي هلا فيما بعد او هون في خلال هذا التفاعل استخدمنا الفولتج، كانت قيمتها كم؟ الفولتج كانت 4. الكرنت دينسيتي، كان دنسيتي التيار كانت 0.8 اوكي 1 امبير بير سنتيمتر سكوير. السوليوشن اللي هو من الان اي سي ال كان البراين سوليوشن 25% ويت بير ويت. التايم اللي استغرقناه انتبه 5 ل 10، نحن ناخذ 5 ونشتغل عليها الكالكوليشن. الفولتج 4، كان دنسيتي 0.8، التايم 5. خلي هاي الارقام في بالك، هلا رح نشتغل عليها الكالكوليشن. هلا لحتى نحسب التوتال توتال ييلد راح احسب التشارج وراح احسب التوتال تشارج. بدايه بدي اعلمك كيف نحسب التوتال تشارج. التوتال تشارج ايش بتساوي؟ الاي الكرنت الكرنت دنسيتي ضرب التايم. الاي اللي هي الكرنت دنسيتي كم هي؟ كم قيمتها؟ كانت قيمتها 0.8، فبعوض 0.8 ضرب التايم. كم اخذنا التايم؟ اخذناه 5 مينت في شغلنا هذا لحتى كملنا كل العمليه ولاحظنا الغازات اللي طلعت، اخذنا من 5 ل 10 حتى احنا رح ناخذ 5 دقائق. 5 بس هي 5 دقائق بنحولها لسكند فبنضرب في 60. فهلا التوتال تشارج كم رح تكون؟ 240. الجواب 0.8 ضرب 5 ضرب 60 240. طيب هلا التشارج رح نحسب التشارج، ما نحسب مطالبة في القانون حتى نكمل نحسب التشارج. كيف رح نحسب هذه التشارج؟ التشارج هي بتساوي المول اوف الكترون، بدنا نحولها لفارادي، لازم نضرب في رقم فارادي، ضرب المول اوف ان اي او اتش. انت بتقدر تجمع هون ايش معنى مول الان اي او اتش؟ لانه شيء بقدر احسبه، لانه شيء بقدر احسبه بالنواتج. النواتج اذا نرجع للمعادله كان عندي اني واتش سي ال اتش 2 وسي ال 2. هلا بتقدر تحسب الاتش 2؟ لا صعب. ليش؟ لانه غازه بالطايره. سي ال 2 نفس الشيء صعب لانه غازه بالطايره. فانت ممكن بالبرودكت تحسب ايش؟ تحسب عدد مولات الاني واتش اللي ممكن هي تنتج. كيف؟ راح اشرح لك هلا. بداية هلا المول اوف الكترون في المعادلات اللي رسمناها كم مول كان يتحرك عندي؟ طبعا لا تنسى شغله مهمه جدا، العدد المولات المفقوده والمكتسبه لازم يكون متساوي في عمليه اكسيديشن ريدكشن رياكشن. فهون هذه العمليه اللي صارت كم انفقد عندي؟ انفقد عندي 2 الكترون في عمليه الاكسيديشن، وفي الريدكشن كم صار عندي؟ كم اكتسبوا؟ اكتسب المي 2 الكترون، فعدد الالكترونات هون راح يكون عندي كم؟ 2. اذا المول اوف الكترون راح يكون 2، هذا رقم بيتغير ممكن يكون 2 1 حسب شو الالكترونات بتتحرك. ضرب الفارادي. هلا 1 مول من الالكترون شو بيساوي؟ بيساوي 1 فارادي. الفارادي اذا نحوله للكولوم ايش بيساوي؟ 1 فارادي بيساوي 96500 كولوم. فهلا احنا عندنا 1 مول 2 مول 2 مول نضربهم في نحول للكولوم نضربهم في 96500 مضروب في ايش؟ في مولات الـ NaOH. خلينا نشوف كيف هذول الرقمين واضحين. 2 مول عدد الالكترونات نحول للكولوم نضرب في 96500 بدنا نضرب في مولات الـ NaOH. طيب كيف بدنا نحسب مولات الـ NaOH؟ تبع معي. لحتى نحسبها رح استخدم جهاز الـ pH meter. جهاز الـ pH meter من هون بقيس قيمة الـ pH باستخدام جهاز الـ pH meter بقيس قيمة pH. إشي مش صعب، بحط الإلكترود هون وبقيس قيمة الـ pH بيعطيني قراءة. على فرضا الـ pH هون أعطاني قراءة الـ pH meter أعطاني قراءة الـ pH بتساوي 8، هل بستطيع أحسب مولات الـ NaOH؟ كالتالي. هلأ الـ pH زائد pOH شو بيساوي؟ 14 معروف. توتال يعني البي اتش متر بيعطينا ارقام من 0 ل 14، من 0 ل 7 اسيديك، من خلينا نحكي من 1 ل 7 اسيديك، اعلى من 7 لل 14 هو بيسك. فمجموع من البي اتش زائد بي او شو لازم يساوي 14.
تمام. هلا هذا 14 نزلناه، البي اتش اللي هي من القراءة من الجهاز كم كانت؟ 8 8. فالبي او اتش هلا شو بدها تساوي؟ البي اتش راح بتساوي 6. طيب البي او اتش، البي او اتش شو بتساوي؟ بتساوي ماينس لوج الاو اتش ماينس، معروفة القاعدة بتحكي لك البي او البي اتش، البي اتش بالعادة احنا متعارف عليها ماينس بي اتش بتساوي ماينس لوج تركيز الاتش بلس. نفس الشيء البي او اتش شو بتساوي؟ ماينس لوج تركيز الاو اتش ماينس. فهلا البي او اتش كم؟ البي او اتش هون 6 بتساوي ناقص لوج نوج ايش؟ تركيز الاو اتش ماينس. من هنا خذ المعكوس، تركيز الاو اتش شو بتساوي؟ 10. تركيز الاو اتش شو بتساوي؟ هون في 10 اللوج، تركيز الاو اتش ماينس بتساوي 1 ضرب 10 قوة ناقص 6. تركيز الاو اتش، تركيز الايش؟ الاني او اتش مالهم متساوي، المور ريشيو مالها 1 لـ1، فتركيزهم هنا ايش راح تكون؟ متساوي. اذا انكشفت الامور، اذا انا عرفت هنا تركيز الاني او اتش اللي هو 1 ضرب 10 قوة ناقص 6. اذا كان الفوليوم المحضر عندي انا 100، اذا كان الفوليوم المعي 100، فطبعا اذا بدي احوله 100 مل، اذا بدي احوله للتر ايش بده يساوي؟ 0.1 لتر. طيب عندي قانون المولاريتي، ايش بتساوي المولاريتي؟ المولاريتي بتساوي المول على الفوليوم، المولاريتي بتساوي المول على الفوليوم. اذا المول تاع الاني او اتش ايش بيساوي؟ المولاريتي ضرب الفوليوم. طيب المولاريتي معي اللي هي مولاريتي لمين؟ للاني او اتش، هي من هون 1 ضرب 10 قوة ناقص 6. الفوليوم كم الفوليوم؟ الفوليوم 100 مل، حولته للتر اصبح 0.1 لتر. اوكي اضربهم في بعض بيطلع 1.1 ضرب 10 قوة ناقص 7 مول. اوكي هلا اصبح هذا الرقم معك، وين بدك تروح فيه؟ بدك تعوضه هنا في هذا القانون، 2 ضرب 9 6 5 0 ضرب 1 ضرب 10 قوة ناقص 7 بيطلع معك الجواب. وهنا حسبت عندك التوتال تشارج، بترجع للقانون، بترجع للقانون اللي حكينا عنه، الالكتروكيميكال ييلد شو بيساوي؟ تشارج على التوتال تشارج ضرب 100%، بتعوض الرقمين اللي طلعوا معك ضرب 100% وبيطلع عندك الجواب في النهايه. تمام. هلا في شغلة كمان مهمة، طبعا هذا السؤال مهم أكيد رح يجي عليه سؤال بالامتحان. في شغلة مهمة هون في التقرير بالنسبة أو في بالنسبة للإكسبرمنت، عم بحكي لك هون عن CO2. صار عندي مشكلة ثاني أكسيد الكربون في السنوات الأخيرة، صار إيش تواجده في الجو بكميات كبيرة. يعني بالسنوات الأخيرة حاليا، يعني كان زمان، يعني كان من 280 بي بي ام أصبح زيادته ل 380 بي بي ام، يعني نسبة بارت بيربنيون نسبة عالية جدا، بمعدل زيادة سنوي 3.3. بس أتوقع هلا مع الكورونا والركود المصانع والاقتصاد وكل إشي، يعني زي ما عرفت إنه حسب العلماء شو بيحكوا إنه النسبة عم بتقل، حتى طبقة الأوزون عم تتعافى، فسبحان الله. anyway هلا CO2 هذا مهم جدا، CO2 مهم جدا إنه نتخلص منه. أحد الطرق نتخلص منه مفاعلته مع مين؟ مع الأني أو اتش. شوف الأني أو اتش هون الصوديوم هيدروكسيد كم هو مهم. هلا هو ممكن يخلصني من CO2 اللي هو غاز سام وضار عن طريق تفاعله مع الأني أو اتش اللي هو توافر وموجود available، بيتفاعل معه بينتج عندي NaHCO3. إذا أنا أنتجت مادة مهمة اللي هي باكينج صوديوم مستخدمة في العجينة، أنتجت صوديوم كربونيت برضو مادة مهمة في الصناعة عجيبة. أوكي فأنا حولته لإشي مهم وإشي إيش مفيد CO2. أيضا مش بس الأني أو اتش، أي بيسك ميديوم ممكن يخلص من CO2، أي بيسك ميديوم. أيضا لو استخدمت الكالسيوم هيدروكسيد مع CO2 كربون دايوكسيد راح يتفاعل وينتج عندي ايش؟ راح ينتج لايمستون اللي هو CaCO3، برضو له استخدامات عديده. اذا هون الفقره بس انه بحكي لك انه الاكسجين الكربون دايوكسيد ممكن يتخلص منه عن طريق ايش؟ اي بيسك مثل اني او اتش، مثل كالسيوم هيدروكسيد. بدي برضو الNO2 من الغازات اللي ما بنفضلها بالجو، بدي تكتب لي رايت هذا اول هوم ورك، هذا اول هوم ورك اللي هو رايت an equation to show how NaOH react with NaO2. okay ايضا في عندي هون سؤال، بدي تحسب لي how much electric power is required to produce 1 kilogram of chlorine from brain. برضو راح اساعدكم واعطيكم هنت في هذا السؤال كيف راح تحله. المطلوب تحسب الـ electric power. اول خطوه بدك تحسب الماس للCl2، الماس في CL2 معطاي عندك 1 جرام، بدك 1 كيلوغرام سوري 1
كيلو جرام، بدي تحولها ايش؟ بدك تحولها لجرام. بعد هيك بدك توجد تشارج ان فارادي، حكينا كيف. بدك تحول تشارج ان فارادي لتشارج ان كولوم، بدك تضرب في رقم حكيناه في السابق اللي هو 96500. بعد هيك بدك توجد ايش؟ بدك توجد التشارج. التشارج شو بتساوي؟ الاي اللي هي الكرنت ضرب التايم. اعتبر لي التايم هون 24 ساعة، التايم هون 24 ساعة، بدك تحوله من 24 لايش؟ لمينت. فانتبه الاي اللي هو الكرنت. بعد ما تحسب بدك تعوض ايش؟ بدك توجد الكتريك باور. الكتريك باور هي او الكتريك باور بتساوي الاي ضرب الفولتج. من هنا بتطلع قيمة ايش؟ بتطلع قيمة الايش؟ الالكتريك باور اللي هي مطلوبة منك. اذا مشيت خطوة خطوة رح ينحل معك السؤال. بدي اشوف، انا ما رح اساعدكم كتير في هذا السؤال، يعني هاي اعطيتكم شوية معلومات فيه، بدي اشوف حقكم واشوف كيف رح تحلوه. هذا هو الهوم وورك اللي معكم، الهوم وورك لهذا التقرير، بدك تكتب لي هذه المعادلة تحلي هذا السؤال. انطيكم الف عافية، هاي تجربتنا لليوم، إن شاء الله تكون الأمور واضحة. أي إشي وأي استفسار بدكم إياه أنا موجودة، ما رح أقصر معكم، يعطيكم ألف عافية. رح يكون في عنا كويس إن شاء الله هذا الأسبوع في هذه التجربة والتجربة السابقة.